معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق. أهلا بك أستاذ عبد الحكيم عبر شاشة سكاي نيوز عربية. إذن بعد هذه الجولات من المفاوضات والاجتماعات وأيضا المؤتمرات المتعددة تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، هل برأيكم يتحقق كاملا؟ والحقيقة بالعودة إلى حديث ستيفاني ورمز من خلال اللغة العربية الركيكة، يعني لغة رومانسية، ربما حتى رؤساء الوفود تحدثوا على أنهم نجحوا. على كل حال يعني هذا يعد بالنسبة لقطاع كبير من الليبيين مبعث لشيء من التفاؤل لا شك، لكن هم تحدثوا عن وقف دائم لإطلاق النار، وهذه حقيقة تعد يعني خطوة غاية في الأهمية. لكن ماذا بعد؟ يعني هل هذه الخطوة التي يتحدثون فيها برعاية أممية من خلال ستيفاني ويليامز عن وقف دائم لإطلاق النار، هل سوف نشهد خلال الأيام القليلة أو الأسابيع القادمة يعني فك هذه الميليشيات الموجودة في نقاط التماس؟ هذا هو المهم، لأن تعرفي الآن التحشيد قائم منذ فترة، يعني هناك الجيش موجود في الهلال النفطي سرة الجفرة الخط الأحمر الذي رسمته مصر، تقابله من الجهة الأخرى قوات لمجاميع المسلحة عقدية وغيرها ومرتزقة. فهل نشهد يعني آلية لعودة هذه القوات إلى معسكراتها؟ هذا ما سوف يبعث كثير من الأمل. لكن مسألة أن يعود النازحين والمهجرين إلى ديارهم مثل ما تحدث السيدة ستيفاني، هذا ليس له علاقة بالمهاجرات العسكرية، هذا له علاقة بالسلاح المتفلت. سيد عبد الحكيم، أقله يعني تم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل الحديث عن هذه النقاط، ويعني ظهور المشهد السياسي الليبي وكأنه سيبقى على تعقيداته. هناك نقاط تم الاتفاق عليها في اللجنة العسكرية كفتح الطرق والمعابر، فتح حركة الملاحة، وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي، يعني أليست كلها نقاط يعني تؤدي إلى القليل من التفاؤل والإيجابية في المشهد السياسي الليبي؟ أنا لا أتحدث بلغة التشاؤم أو التفاؤل، مثل ما دائما أكرر، أنا أتحدث بلغة المعطيات، يعني ولا أبني يعني تحليلاتي على أمنيات، أنا لدي معطيات على الأرض، يعني حضرتك تحدثتي مثلا عن هو شوفي أهم شيء في هذه الأجريمنتس التي تحصل في بؤر توتر أو مناطق تشهد صراعات ونزاعات هو الهيومن فاكتور، ما يسمى بالهيومن فاكتور في اليونايتد نيشن اللي هو العنصر البشري. هذا العنصر البشري هل هو يعني سوف يعني يعيش بعد فترة قليلة نوع من الطمأنينة، يعني تصله خدمات؟ لكن هذا محتاج إلى بلان، مش بس جست يعني هي عبارة عن منشطات شعارات احنا أعلننا عن إيقاف. طيب أنتم بعتر الدعم في ليبيا وكل الملفات أمامكم بما فيها الملف الإنساني، مثلا في حالة خفض التصعيد، طيب نجحنا في وقف دائم لإطلاق النار، ولغة الخطاب الإعلامي السياسي يجب أن تطرح من مفرداتها في التداول بعض النعوت التي تصف كلا الطرفين بشيء من الفجاجة. يعني لكن عشنا قبل يومين ميليشيا كبيرة اسمها ميليشيا طوار طرابلس، ونحن بصدد التوقيع على هذا الاتفاق والإعلان من حيث المبدأ على هذه الخطوات، لعشنا تجربة مريرة لرأس هرم المؤسسة العالمية اختطف ولا زال معتقلا رغم البيانات التي صدرت عن البعثة وعن السفارة الكندية والأمريكية هو وأسرته، ويعني حتى البيت تم يعني سرقة كل محتويات، يعني مسألة في منتهى السخف. يعني نحن نتحدث عن واقع معاش على الأرض، هل ليس شوفي سيدتي، أنا دائما أعود إلى أصل المشكلة، الأمم المتحدة القوى العظمى عندما أرادت أن تتخذ قرار بأن تسقط نظام ودولة وتضع يدها على أرصدة بالمليارات وتسمح لمجموعات عقدية وأخرى خارج القانون بالدخول للعبث بالمشهد الليبي، لم يأخذ هذا سوى ساعات. لماذا الآن 9 سنوات ونحن من محطة إلى أخرى، من مداولة إلى أخرى، من مزايدة إلى ثانية، من تصريح؟ خلاص يعني ملنا. هل الأمم المتحدة جادة فعلا هذه المرة من خلال هذه الخطوة اللي مثل ما حكيت حضرتك تدعو إلى التفاؤل أن هي فعلا تصدر يعني تحيل هذا الملف إلى مجلس الأمن ويصدر قرار يحصن هذه الخطوة بأن تعود كل القوات ولا تشتبك بحيث الوعاء الزمني الذي طرحوه 90 يوم لخروج الميليشيات والمرتزقة يجب
يجب أن يبدأ عمل العمل. نعم سيد عبد الحكيم. لا نلحظ كل يوم دخول مرتزقة وسلاح. يعني عذرا على ضيق الوقت، يعني هذا موضوع يجب تفصيله في ساعات إخبارية لاحقة. كنت معنا مباشرة من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معطوق.